بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اسمحوا لي النهاردة إن شاء الله نناقش مع بعض أسئلة السكين، ونبتدي مع بعض بأول سؤال بيقول لك Which statement is correct؟ أني إيه؟ أني اختيار صحيح؟ The synthesis of the melanin by the basal cells is under hormonal control. لا، تكوين الميلانين بيحصل نتيجة للتعرض لمين؟ لأشعة الشمس. يبقى الاختيار ده خاطئ. تعال نشوف تاني اختيار. The Langerhans cell function in the immune system and can leave the epidermis after exposure to antigen. فعلا احنا قلنا ان Langerhans cell خلية بتقدر انها تتحرك في الإبيدرمس، وبتسيبه تروح على الغدد الليمفاوية علشان تقدم الانتجن لمين؟ للتي ليمفوسايت زي ما شرحنا. يبقى الإجابة دي إجابة الصحيحة. اتأكد برضو من الاختيارين التانيين بيقول لك ايه. The content of keratohyaline granule are released into the extracellular space where they are important for the barrier function of the epidermis. لا، هذه الإجابة خاطئة، لأن وظيفة الكيرات وهايلاين جرانيولز إنها بتعمل إيه؟ باكينج للكيراتين into bundles، بتجمع الكيراتين في إيه؟ في حزم. لكن البارير فانكشن بتاعت الإبيدرمس دي وظيفة إيه؟ اللاميليتد جرانيولز. يبقى الإجابة دي خاطئة. شوف برضو الإجابة الأخيرة. سبيشيس جلاند ار كريتيكال فور ذا تمبريتشر ريجوليشن اوف ذا بودي. لا طبعا، ده مين المسؤول عن التمبريتشر ريجوليشن؟ السويت جلاند وليس السبيشيال جلاند. يبقى أنا كده اتأكدت من إجابتي، إجابة 2 الوحيدة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك in which layer of the epidermis are cells mitotically active. احنا قلنا انهي طبقه من السكين اللي فيها الخلايا بتبقى ايه؟ بتبقى فيها stem cell مسؤوله عن الانقسام وانها تجدد خلايا الابيدرمس. الهير سكين، stratum corneum، stratum granulosum، ولا stratum basal؟ طبعا اكيد الاجابه هتبقى عباره عن الستراتم بيزال. هي دي فيها الايه؟ الستم سيلز اللي بتنقسم عشان تجدد لك خلايا الابيدرمس. السؤال بعد كده بيقول لك which statement is incorrect. اني بقى اجابه بتبقى ايه؟ بتبقى خاطئه. The papillary layer of the dermis contain fine collagen and elastic fibers and the capillary network which supply the epidermis. فعلا هذه الاجابه الصحيحه، وده اللي احنا خدناه في السكين. Neurocrine and apocrine sweat glands are simple tubular coiled gland. فعلا هو ده نوع السويت جلاندز. The renewal of the human epidermis through the mitotic activity of the basal cells take from 3 to 4 weeks. فعلا ده الكلام اللي خدناه في الجيرني بتاعت الكيراتينوسايت. آخر حاجة the excretory duct of the sweat glands are lined by stratified squamous epithelium. لا احنا قلنا الدكت بتاعت السويت جلاند بتبقى lined by ايه؟ stratified cuboidal epithelium. يبقى رقم 4 هي الإجابة الخاطئة. السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ The opposite photos of the epidermis include different pointed layers marked by the arrow. جايب لك اربع صور وكل صورة فيها سهم مشاور على طبقة من طبقات الإبيدرمس. بيسألك which of these photos include a pointed layer that is responsible for the resisting the effect of friction applied upon your skin. انهي طبقة المسؤولة عن resist ايه؟ الفريكشن. طبعا الطبقة اللي هي عبارة عن الستراتم سباينوزم. فشوف بقى من الاربع طبقات او من اربع صور دي انهي صورة اللي متشاور فيها على الستراتم سباينوزم. تعال عند اول صورة هنا، مشاور لك على ايه؟ مشاور لك على اول طبقة قاعدة على البيزا اللامينة اللي الخلايا فيها بتبقى ايه؟ بتبقى كيوبويدة، هي عواميد وليها نيوكليس اوفال عمودية على البيزمت ميمبرين. لا، دي عبارة عن طبقة الستراتم بيزال. طب تعالى هنا مشاور لك على ايه؟ على الايه؟ الطبقه اللي هي بتبقى عدد ايه الطبقات بتاعتها بتبقى كبيره والخلايا فيها بتبقى مضلعه والنيوكليس بتاعتها مدوره بالمنظر ده، ودي واخده معظم الايه؟ السمك بتاع ايه؟ بتاع الجزء ده من الابيدرمس. يبقى دي عباره عن مين يا شباب؟ هي دي الستراتم سباينوزم بتاعتي. يبقى الصوره اللي هي مرموز لها بي اللي هي هنا بريزنت برقم 3. اتأكد برضو شوف الصور التانية بتشاور على ايه. هنا مشاور لك على ايه؟ مشاور لك على الموست سوبرفيشال لاير من الإبيدرمس، الطبقة السطحية اللي ما فيهاش خلايا لكن فيها فقط مينها خيوط الكيراتين بتاعي اللي هو الستراتم كورنيا. طب تعالى هنا مشاور لك على ايه؟ مشاور لك على طبقة من الخلايا مفلطحة ولونها ايه؟ بيزوفيلك غامق. يبقى دي طبقة مين يا شباب؟ طبقة الاستراتم جرانيولوزم. يبقى برضو ايه؟ ما تنفعش. يبقى الإجابة الصحيحة اتأكدت منها ان هي ايه؟ رقم 3 اللي هي الصورة بي. السؤال بعد كده بيقول لك which statement is describing the structure in the opposite diagram. ايه الاستراكشر قدامي ده؟ ده حاجة كده منفوخة كده عاملة زي الحويصلة او عاملة زي كده البالونة. الخلايا بتاعتها شكلها ايه؟ خلية منورة، السيتوبلازم بتاعها
كأني في أقيع vacuolated والنيوكليس بتاعتي في النص بالمنظر ده. المنظر ده ينطبق على ايه؟ ها المنظر ده بتاع السبيشيز جلاند اللي احنا كنا بنقول عليها انها بتبقى ايه؟ بتبقى الفيلر، شبه كده الحويصله الهوائيه، والخلايا بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى فاتحه وبتبقى كأن فيها فقاقيع نتيجه لوجود السيبم اللي متجمع جواها في كل حته في السيتوبلازم. فالسيبم ده لما بيدوب ها ليبيد فبيسيب مكانه ايه؟ الفقاقيع اللي انت شايفها بالمنظر ده. طيب ايه الخلايا اللي موجوده بره دي؟ شكلها مختلف. الخلايا دي عباره عن ايه؟ جيرمينال لاير اللي فيها الخليه الجذعيه اللي بتنقسم علشان تعوض لك الخلايا اللي ايه؟ ها اللي هترابتشر هتنفجر وتطلع لك السكريشن. فبيسالك على السبيشيز جلاند، it is active since birth؟ لا طبعا، دي الاكتيفيتي بتاعتها بتبدا مع البيوبرتي مع سن البلوغ. it is a simple coiled tubular gland؟ لا، دي السويت جلاند هي السيمبل كويلد. Its cells are ruptured with the release of its secretion. فعلا هي دي الجلاند الوحيدة اللي بتفرقع مع طلوع السكريشن اللي احنا بنقول عليه الهولوكراين مود اوف سكريشن. يبقى دي الإجابة الصحيحة. اتأكد برضو من آخر اختيار. It is surrounded by myoepithelial cells. لأن myoepithelial cells دي بتحوط مين؟ السويت جلاند وليس السبيشيز جلاند. واسألك سؤال كده كمعلومة. طيب السبيشيز جلاند دي بتطلع سكريشن برضو لحد ما بيبقى تخين لانه عباره عن دهون وشويه بواقي خلايا وكيراتين والكلام ده كله. طيب هذه الجلاند مش متحوطه بماي ابيثيليال سيل تساعدها في الفلو بتاع السكريشن او في ان السكريشن كده يجي ويمشي من خلال القنوات بسهوله زي السويت جلاند. طيب يبقى اذا مين هيساعد هذا السكريشن ان هو يحصل له فلو ها من الجلاند للدكت، ان هو يروح على الدكت بتاعتي اللي هي فاتحه فين؟ في الهير فوليكل. مين يا ترى؟ خلينا اقول لك معلومه ان السبيشيز جلاند دي يا شباب ها زي ما قلنا هي ليها داكت بتفتح في الهير فوليكل. في ماسل اسمها الاريكتور بايلي ماسل، ممكن تكونوا خدتوها في الاناتومي او سمعتوا عنها. الماسل دي بتبقى ماسكه في الهير فوليكل، فلما الماسل دي بيحصل لها كونتراكشن فبتعمل ايه؟ ها بتيجي وتقوم مساعده على الريليز بتاع السكريشن انتو ذا ايه بتاع السكريشن بتاع السويت جلاند في الدكت بتاعه الهير فوليكل. الماسل دي اللي بقول لكم عليها هتعرفوها ايه لما اقول لكم؟ عارف لما جسمك بيقشعر، لما شعر ايدك بيقف، هي الماسل دي اللي مسؤوله عن ايه؟ ها عن شعر الايد لما بيقف. اتفقنا يا شباب؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك which statement is correct about these two photos. مشاور لك او جايب لك صورتين ها لنوعين مختلفين من السكين. مفروض ان انا اعرف النوع ده والنوع ده لان اكيد هيسالني عليه. ده اي نوع من السكين؟ اكيد ده thick skin. ليه thick skin؟ كذا حاجه. لان هنا تخن الابيديرمس اتخن من هنا، لان تخن الستراتم كورنيوم اكتر من هنا، لان هنا في الديرمس ما عنديش لا هير فوليكلز ولا سبيشيز جلاند، لكن هنا عندي في مين؟ في الهير فوليكلز بتاعتي. يبقى اذا ده ثيك سكين وده الثين سكين. وبيسالك ايه از بريزنت اول اوفر يور بودي؟ هل الثيك سكين موجود اول اوفر يور بودي؟ لا، ده موجود فقط في البالموسول، يبقى دي ما تنفعش. بي كونتين ستراتم يوسيدم؟ هل الثين سكين فيه ستراتم يوسيدم؟ لا بالعكس، ده الثين سكين هو اللي ما فيهوش الستراتم يوسيدم. الاي كونتين سبيشيز جلاند؟ لا طبعا، الثيك سكين لا فيه الهير فوليكلز وبالتالي ما فيهوش السبيشيز جلاند. يبقى بي كونتين ليس سويت جلاند؟ ها فعلا الثين سكين السويت جلاند فيه اقل من الثيك سكين. زي ما بقول لك دايما انت بتعرق من ظهر ايدك اقل ما بتعرق من ايه؟ من بطن ايدك. يبقى ايه الاختيار رقم 4 هو الاختيار الصحيح. السؤال بعد كده بيقول لك the arrow point to a structure in the skin. اهو ده structure موجود في السكين. which statement is correct about the pointed structure؟ مش هقول لك على ايه هنا. انا شايفه كده حاجه مدوره بتبقى متغطيه او لايند بخلايا كيوبويدال، تمام، وفي من بره خلايا كده ايه مفلطحه، وجنبيها في ستراكشر تاني لايند باي تو لايرز كيوبويدال. يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ عن وحدات السكريشن بتاعه السويت جلاند، السكريتوري اساينيا بتاعه السويت جلاند، السكريتوري يونت بتاعه السويت جلاند. ودي التو لايرز كيوبويدال، الحاجه الوحيده اللي خدناها في السكين تو لايرز كيوبويدال الدكت بتاعه السويت جلاند. يبقى هو بيشاور لك على السكريتوري يونت بتاعه السويت جلاند وبيقول لك
It releases its content by apocrine mode of secretion. لا طبعا بالرغم ان انا عندي ميروكراين وايبوكراين ها الا ان هما الاثنين بيطلعوا السكريشن بتاعهم بالميروكراين, يبقى الاجابه دي خاطئه. It has a mitotically active cells for their regeneration. هل احنا اخذنا ان فيها stem cell for regeneration؟ ها لا, اللي فيها السبيشس جلاند. It may be found in the deep part of the dermis. فعلا السويت جلاند ممكن تبقى موجوده في deep part of the dermis or even الهايبودرمس كمان, او كمان فين في الهايبودرمس. يبقى الاجابه دي فعلا اجابه صحيحه. اتاكد برضو من اخر اختيار, its secretion is fatty in nature. ها هل طبيعتها دهون؟ لا. هل طبيعه السكريشن دهون؟ لا, ده طبيعه السكريشن في مين دهون؟ بيبقى السبيشس وليس السويت جلاند. يبقى الاجابه رقم 3 الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده برضو ها جايب لك بيقول لك the food opposite photos represent two different pointed parts of the skin which statement is correct about the pointed part. جاي مشاور لك على جزء هنا في السكين وده جزء هنا, ايه ده وايه ده؟ هنا مشاور لك على الطبقه اللي هي الفايبرس, طبقه الديرمس, لكن هنا مشاور لك على الطبقه ايه السطحيه, طبقه الابيديرمس. وبيسالك بي از مور فاسكولار ذان ايه؟ هل الإبيدرمس مور فاسكولار عن الدرمس؟ لا طبعا, ده الإبيدرمس اصلا الفاسكولار ما فيهوش بلاد فيسل, والبلاد فيسل موجوده فين؟ ها في البابيري لاير بتاعه الدرمس. يبقى دي ما تنفعش. ايه از ليس فايبرز ذان بي؟ هل الدرمس اقل في الفايبرز عن بي؟ لا طبعا, ده الايه ده هو مينلي فايبرز, هو بيتكون اصلا من فايبرز, لكن الإبيدرمس اصلا ملوش فايبرز. يبقى الاجابه دي برضو اجابه خاطئه. نشوف الاختيار رقم 3. بي از ثيك ان يور بالم اند سول. الابيديرمس بيبقى تخين في البالم والسول بتاعك. فعلا الابيديرمس هنا بيبقى تخين, بيبقى عباره عن ثيك سكين, يعني الابيديرمس فيه بيبقى تخين عشان ايه؟ عشان البالم والسول دول بيتعرضوا لايه؟ لميكانيكال ستريس رهيب, فعشان كده دي فعلا بيبقى هنا تخين. ف الإجابة رقم 3 إجابة صحيحة. اتأكد برضو من آخر اختيار, A is mainly cellular. ها هل الدرمس mainly cellular؟ لا بالعكس, الـ A أو الدرمس ده mainly A fibrous, mainly fibrous, في خلايا لكن هو mainly fibrous. اتفقنا؟ ها وطبعا هو ليه mainly fibrous؟ هو بيتكون من dense irregular connective tissue ها مع elastic fibers, فعشان كده dense irregular ده بيبقى mainly fibrous والسلز فيه بتبقى أقل. السؤال بعد كده يا شباب سؤال معادلة, بيقول لك ايه؟ A 7-year-old boy sustained a burn on his palm at campfire. Within several minutes, redness and swelling developed in the skin surrounding the site of the injury. Which of the following cell types is most likely the source of mediator that caused changes in the skin? بيقول لك ايه؟ في طفل عنده 7 سنين حصل له حرق في البالم بطن ايده نتيجة لحريق حصل في معسكر. في دقائق حصل احمرار وتورم في ايه؟ في منطقة السكين اللي هي محوطة الجزء بتاع اللي حصل فيه الحرق. فبيقول لك انهي خلية من هذه الخلايا هي مصدر الميدييتور؟ يعني الميدييتور يعني المواد اللي عملت ايه الاحمرار والتورم ده. مين الخلية اللي مسؤولة عن طلوع هذه المواد وحدوث تغيرات في الجلد؟ هل البلازما سيل؟ لا دي بتصنع انتي بودي. هل الماكروفيج؟ لا دي بتعمل فاجوسيتوزس. هل الماست سيل؟ اه والله دي الماست سيل دي اللي بتطلع الهستامين والهيبارين اللي بيعملوا لي ايه؟ ها الالرجيك واللوكال انفلاماتوري ريسبونس. يبقى فعلا الاجابه هي الماست سيل. بص هنا عمل لك ايه؟ ربط لك ما بين الكونكتيف تيشو اللي انت درسته مع السكين اللي انت درسته هنا. ها يبقى هنا فعلا ماست سيل هي الاجابه الصحيحه وطبعا ليست الليمفوسايت. اتفقنا يا شباب؟ نشوف السؤال اللي بعد كده برضو سؤال معادله, وده برضو من الاسئله اللي منفوشه على الفاضي. بيقول لك ايه؟ A common feature of several inflammatory skin diseases is the formation of blister, which is are small pockets of fluid formed within the skin. Microscopic examination of a skin biopsy from an affected area shows detached rounded keratinocyte in the stratum spinosum and a row of cells in the stratum basal that are tightly attached to the underlying basement membrane. Function of which of the following structures is most likely compromised during the course of the disease. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في مجموعة من الامراض الجلدية
اللي بيحصل فيها التهاب في كده خاصية بتجمعهم كلهم اللي هي عبارة عن فورميشن أو بليستر. والراجل طيب وشرح لك يعني بليستر. بليستر يعني زي جيوب كده صغيرة بتحتوي على ايه؟ على سائل بتتكون ايه في الجلد. عارف كده ما يطلع لك حباية كده جواها مية، ها دي اللي بقول عليها بليستر. فهو شرح لك معناها. فبيقولك لما جم أخدوا عينة من السكين وحللوها بالمايكروسكوب لقوا ان المنطقة دي فيها ايه؟ ها فيها ايه اللي هي كونت البليسترز دي؟ فيها كيراتينوسايت شكلها مدور وبقت ديتاتشد يعني مفصول عن بعضها، موجودة في الاستراتم سباينوزا. ولقوا صف من الخلايا في الاستراتم بيزال، لكنه كان ايه؟ كان ماسك كويس قوي في البيزمنت ميمبرين اللي تحته. فبيسألك وظيفة انهي تركيب بالظبط، ها هو اللي ضعف كومبرومايزد، ممكن تجيلك في الامتحان، معناها ضعف اثناء ايه؟ اثناء الكورس بتاع هذا المرض. طيب دكتورة إيمان الكلام كتير صعب، أنا مش فاهمه، فين المفتاح بتاعي؟ كلمة واحدة، إن أنا في عندي إيه؟ detached rounded keratinocyte في الاستراتم سباينوزم. ده معناه إيه؟ ها إن الكيراتينوسايتس هنا detached فكت من بعضها. طب هو مين اللي كان بيمسكها ببعض؟ هل الهيميدزموزوم؟ هل الجاب جونكشن؟ هل تايب 4 كولاجين؟ ولا الديزموزوم؟ ها طبعا وانا مغمضه، الديزموزوم هم اللي كان بيمسك الكيراتينوسايتس ببعضها في هذه الطبقه. زي ما قلنا الاستراتم سباينوزا خلاياها مليانه على عينها بالديزموزوم عشان يقاوم ايه؟ قوه الاحتكاك. خلي بالك هو هنا كمان اداك معلومه، قالك ان في رو اوف سيلز في الاستراتم بيزال تايتلي اتاتشد للبيزمنت ميمبرين. عايز يقولك ايه هنا؟ ان الهيميديزموزوم هنا ما تاثرش، بحيث ان الاستراتم بيزال فضلت ماسكه في البيزمنت ميمبرين. تمام، يبقى اذا الاختيار بتاعي هيكون رقم 4. السؤال بعد كده برضو سؤال معادله، بيقول لك in the epidermal layer of the skin certain cells produce a secretory product that is transferred to the neighboring cells. The transfer process is achieved when the donor cell containing the product is pinched off by the recipient cell. Which of the following is most likely involved in the described intercellular transfer. السؤال ده ممكن يجي لك على فكرة، ما فيهوش أي مشكلة خالص، سهل وكلامه واضح. بيقولك في طبقة الإبيدرمز بتاعة السكين في خلايا معينة بتفرز سكريشن، خلاص منتج سكريشن. السكريشن ده بيروح يتنقل للخلايا المجاورة. يبقى أنا مغمضة بتكلم عن مين يا شباب؟ مين السكريشن بيروح للخلايا المجاورة؟ مين اللي بيعمل السيتوكاين سكريشن؟ مين؟ ها؟ الميلانوسايت. الميلانوسايت اللي بتنقل الميلانين للخلايا المجاورة. مش محتاجة نقرأ الباقي بس هقراه. The transfer process عملية النقل دي بتحصل لما الدونر سيل، يعني الدونر سيل يعني الخلايا المعطية لهذا السكريشن اللي هي مقصود بها مين؟ الميلانوسايت. خلاص حصل فيها ايه؟ حصل pinched up by recipient cell، يعني جزء منها كده ها اتاخد انفصل بمين؟ بالريسيبيان سيل، يعني جات ريسيبيان سيل اخذت الجزء ده اللي فيه البرودكت. فبيقول لك هذه العمليه بتاعه الانترسيلولار ترانسفير، النقل من ها خليه لخليه، دي بتحصل مع مين؟ كريات وهالين جرانيولز لاميليتد نيوروسكريتوري فيزيكال ولا الميلانوزوم؟ طبعا بتحصل مع الميلانوزوم، اجابه رقم 4. كده يا شبابنا خلصنا. اي حد مش فاهم حاجه، اي حد عايز يسال على حاجه يبعت لي على هذا الايميل. شكرا ليكم وان شاء الله نشوفكم الموديول الجاي باذن الله.